أولي الانتخابات التشريعية في القيروان والمرور للدور الثاني بكافة الدوائر الانتخابية. ووزارة التربية توقع مع اتحاد الشغل على وثيقة الإطار المرجعي العام لهندسة التعلمات للمرحلة الابتدائية. ورئيس البرلمان العربي يدعو لإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. استكملت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان بعد ظهر اليوم الأحد عمليات فرز وعد أصوات الناخبين، وتأكد المرور للدور الثاني في الانتخابات التشريعية الحالية المقرر يوم 29 من جانفي المقبل بسبع دوائر انتخابية نذكرهم كالآتي: المترشح خليل السقا ولطفي السعداوي عن الدائرة الانتخابية شبيكة حفوز، والمترشح نبيل الحامدي وسالم نصر الله عن الدائرة الانتخابية صبيخة الوسلتي عن جلولة، ووليد الحاجي ومحمد علي أسبوعي عن الدائرة الانتخابية الأعلى حجب العيون، ومختار عفاوي ولطفي غريبي عن الدائرة الانتخابية بوحجلة، والناخب أو المترشح كمال الكرعاني وبثينة بالحاجة عن الدائرة الانتخابية النصر لمنزل المهيري شراردة، والطيب الطالبي وعمر النجازي عن الدائرة الانتخابية القيروان الجنوبية، وأيمن نجرة وعبد المجيد الماجري عن الدائرة الانتخابية القيروان الشمالية. مزيد من التفاصيل في تصريح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان رضوان الفطناسي لموفد الحياة فام زبير العياري. هذه هي النتائج الأولية، يعني لهنا في سبع دوائر تشريعية عندنا حاليا 14 مترشح، يعني كل زوز مش يمروا للدور الثاني، معناش حتى معناها من مترشح فيز من الدور الأول مر مباشرة. يعني هنا عندنا دور ثاني مش إن شاء الله مش تنظموا الهيئة الفرعية للانتخابات يوم 29 جانفي. وبخصوص معناها النسبة العامة تو حاليا عندنا نسبة عامة اللي هي 13.59 هي النسبة العامة بتاع المشاركة، لانه الحقيقه النسب الاوليه اللي خليناها البارح وخرجناها من حنا الصحافه، ما هذيك راهي نسب معناها وقتيا. تو حاليا عندنا بالضبط قمنا بالفرز اليدوي وقمنا بالفرز الالي، ومعناها ترتب الامر على الفوز، يعني المترشحين هذوما اللي هما معناها 14 جوز في كل دائره انتخابيه. الانتخابات التشريعيه 17 ديسمبر 2022. التربية في بلاغ لها اليوم أن وزير التربية فتحي السلاوتي أشرف يوم الخميس 15 ديسمبر الجاري على اجتماع لجنة قيادة مشروع تطوير البرامج بالمرحلة الابتدائية، وقد تمت المصادقة النهائية على وثيقة الإطار المرجعي العام لهندسة التعلمات بعد أن استوفت جميع مراحلها لتصبح وثيقة رسمية تعتمد في بقية مسار الإصلاح. وأمضى وزير التربية فتحي السلاوتي والأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي على وثيقة الإطار المرجعي العامة لهندسة التعلمات للمرحلة الابتدائية. عربيا، دعا رئيس البرلمان العربي إلى إعداد ميثاق عربي مشترك للنهوض باللغة العربية يضم خارطة طريق لكافة القضايا والمحاور التي يجب العمل عليها للنهوض باللغة العربية. وجاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوية الذي انطلق اليوم الجمعة بالجامعة العربية لمدة يومين، ويعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون بين المجلس الدولي للغة العربية والبرلمان العربي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في القيروان والمرور للدور الثاني بكافة الدوائر الانتخابية. وزارة التربية توقع مع اتحاد الشغل على وثيقة الإطار المرجعي العام لهندسة التعلمات للمرحلة الابتدائية. ورئيس البرلمان العربي يدعو لإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية. كانت معكم نجلاء خليفة هاني، والمشوار متواصل مع الزميل عبدالله الحطاب والسيدة طرابلسي وكافة فريق الرياضة. إلى اللقاء.